كرة لا مرية فيها، ويرى شيئا مهما في حياة الإنسان وهو تناقص الأعمار. تناقص الأعمار تلاحظون أيها الأحبة أكثر من الليلة، لله الحمد من الشباب يعني دون 30 25، اللي ولد عام 1400 عمره ما يقارب 30 أو 31 أو 32 سنة. وتجدون خاصة وأنا أخص الشباب، أبدأ من نفسي وبإخواني، إنه تجدون الشيبان يعني 3 4 اللي معه. كل سائل سائل وين راحوا؟ هل مر عليهم هذا السن الذي يمر علينا الآن؟ لوجد الإجابة، راحوا الشيبان